إذا نعود مرة أخرى إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ الدكتور الغندور محمد ذاكر. محمد، قبل قليل قبل أن نعرض هذا التقرير كنت تتحدث عن الخشوع، يعني كثر من المشاهدين والمستمعين يقولون أنه نحن نشاهد هذه الصور ونعلم يعني مدى روحانية هذا المكان، لكن للأسف البعض يشتكي من فقدان الخشوع. ما الأسباب وكيف ممكن أن يعني الإنسان يكون عنده خشوع أكثر حتى يتأثر هو بس بيشوف بالصور؟ عدم الخشوع هذا مرجعه إلى الجهل بقيمة هذه الأشياء. فالإنسان عندما يعرف حقيقة نفسه وحقيقة هذه الأماكن المباركة وحقيقة عمر الإنسان، فلو علم الإنسان يقينا أنه لا يملك لنفسه دفع ضر أو جلب نفع، وأنه لا يملك أن يطيل حياته ثانية واحدة إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، لا شك سوف يرجع إلى ذلك. الخشوع هو فضيلة من الفضائل ومزية الله تبارك وتعالى جعلها في عباده المقربين وعباده المؤمنين وعباده الرسل. والله عز وجل عندما أثنى على أنبياء بني إسرائيل قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله تبارك وتعالى عندما وصف عباده المؤمنين في أول سورة المؤمنون وصفهم بأنهم خاشعون. الخشوع لا يأتي وليد لحظة أن الإنسان يتأثر، من الممكن أن تكون هذه نقطة تحول في حياة الإنسان يعرض لشيء معين، لكن هذا الخشوع إنما هو بقدر ما يرثه الإنسان ويعني بقدر ما يتراكم في قلبه من إيمان. فكلما علت درجة الإنسان في الإيمانيات كلما استشعر هذا الخشوع. لكن على أي حال وعلى أي وضع الخشوع ليس ببعيد من الناس، ما على الإنسان إلا أنه يطرق باب الله عز وجل ويبتهل إليه ويتضرع إليه ويسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع درجته، فإن الله عز وجل سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى الإنسان أن يتجرد من هذه الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى يعني ما يعاقب عباده عندما يقول لهم تجردوا من ملابسكم، لم يقل لهم تجردوا من أموالكم، وإنما كان الأمر في التجرد أكثر من المال. يعني من الممكن الإنسان يكون معه حقائب من الأموال والدولارات لا يستطيع أن يكسي نفسه بهذه الأوراق، لكن يكسي نفسه بهذه الثياب التي أمرنا المولى عز وجل أن نستر بها عوراتنا. الله تبارك وتعالى يقول لهذا الإنسان يا من حضرت إلي في هذا المكان عليك أن تتجرد من كل الدنيا، ليس من كل الدنيا فحسب، بل تجرد من ألصق الأشياء إليك وهي الملابس. فهو الإنسان تجرد من كل شيء، كما ولدته أمه لا يملك لنفسه شيء، صفر اليدين، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا. هو مشهد من مشاهد يوم القيامة، الناس هكذا يبعثون وهكذا يدفنون. فالإنسان عليه أن يتعظ ويتدبر في حقيقة أمره، يعني لن يصل إلى إدراك هذه المعاني إلا الإنسان الذي يصاب ببعض الصدمات وبعض المواقف التي المولى عز وجل يجعلها يعني بمثابة جرس إنذار له، تنبه إن العمر قصير وقد أوشكت. سنعيش هذه الأجواء الروحانية مع مراسلنا الآن طبعا من نسأل الله التوفيق. إن شاء الله سأعود إليك طبعا أكيد. اليوم إذن مشاهدينا هو يوم النحر وفيه يتوجه أكثر من 3,500,000 حاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويوم النحر هو أول أيام عيد الأضحى ثم الحلق أو التقصير، ثم يتحللون من إحرامهم تحللا أصغر. للمزيد عن أجواء الحاج طبعا ينضم إلينا مباشرة الزميل بدر الشريف من مساء الخير بدر، وكل عام يا رب وانت بألف ألف خير. كل عام وانت بخير. مساء الخير يا علا، كل عام وانت بخير، والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام أيضا كل عام، والأمة العربية والإسلامية بألف خير في عيد الأضحى المبارك. طبعا هذا العيد حل على المسلمون ونحن معهم هنا في أطهر بقاع في المشاعر المقدسة بحال جميل الحمد لله، وبحج ناجح أيضا. منذ ساعات منذ منتصف الليل من 12 فجرا بدأ المسلمون بالتوجه من مزدلفة إلى ميناء في حركة تفويج جديدة، ولكن الحمد تعرضوا لبعض من الزحام ومن ثم انفك هذا الزحام الحمد لله بطريقة سلسة، لم يحدث أي أضرار في ذلك. طبعا توجه الحجاج إلى جسر الجمرات الذي يقبع في هذا الجسر أكثر من 16,500 جندي أو عامل من فرقة الطوارئ الأمنية. كما ترون الجسر ممتلئ وهو يعني يتسع ل 500,000 حاج في الساعة الواحدة لرمي الجمرات. طبعا بعد رمي الجمرات العقبة الأولى سوف يتوجه الحجاج إلى الحرم
وهنا في إشكالية أنه الجسر الجمرات في الساعة الواحدة يتسع ل 500 ألف حاج، بينما الحرم المكي لا يتسع في الساعة الواحدة إلا لسوى 300 ألف حاج. لذلك وضعت هناك نقاط تفتيش أو نقاط تنظيم إذا إن صح القول، لتنظيم تفويج الحجاج من جسر الجمرات حتى الحرم المكي، وتم ذلك طبعا بنقاط فرز لتفويج الحجاج على دفعات، كل ساعة على الرأس كل ساعة يتجه 300 ألف حاج أيضا إلى الحرم المكي. طبعا ما ساعد الحجاج في هذا اليوم هو مشروع جديد أقيم، أو كان هو أحدث المشاريع التي أقيمت في جسر الجمرات، وهي عبارة عن كبريين تؤدي إلى الدور الثاني والدور الثالث. هذه فكت العديد من الخناق على الحجاج يعني المتجهين لأداء رمي الجمر عقب أبو الأولى ثم إلى طواف الإفاضة. طبعا الحجاج الحمد لله لم تحدث حتى الآن أي إصابات، لم تحدث أي لحد الآن أي يعني أمراض. الحج يتم مسيرته بطريقة جدا رائعة وناجحة، وحسب ما خطط له أيضا من الجهات الأمنية، والحمد لله إلى الآن تشهد نجاح كبير هذه الخطط الأمنية، من سواء من رئيس اللجنة العليا للحج أو من رئيس اللجنة الوطنية أو للحج، ونشكرهم جميعا على هذه الجهود أكيد التي نشكر الجميع أنجحت يعني ورأينا رضاها. الحمد لله أنه لم يتم تسجيل أي حالات، لكن هناك دائما تخوف بدر من تدافع الحجيج. هو ما حدث فعلا في التفويج، في حركة التفويج من المزدلفة إلى ميناء، كان هناك تدافع بين الحجاج أدت إلى ازدحام، وربما أدت يعني كادت أن تؤدي إلى اختناق، ولكن الحمد لله تيسر ذلك أو تلافى الموقف المسؤولين بحيث سهلوا أو سرعوا من حركة الحجيج النافرين من مزدلفة إلى ميناء. و هو تبقى هذه المشكلة على ثقافة الحاج يعني علا، يعني بحيث أن الحاج هو من يريد التدافع لقضاء مناسكه بأسرع وقت ممكن والتعجل فيها، بينما هناك يعني تنظيمات واتفاقات لكل مربع أو لكل قطعة ولها وقت معين في التحرك وفي التفويج وفي العودة، كلها بمواقيت معينة. إلا أن بعض الحجاج وخاصة الذين لا يحملون تصاريح رسمية يود أن يتعجل ويرمي ويسبب الاختناقات، ولكن الحمد لله لم تكن هناك اختناقات يعني تؤدي إلى مرحلة الخطورة، جميعها كانت اختناقات وقتية وجزئية في مكان معين، وتم فكها بسرعة الحمد لله معالجة الوضع أيضا. إذن زميل بدر الشريف سيكون لنا وقفة أخرى معك إن شاء الله في هذه التغطية، نعود ونقول يعني كل عام وأنت بألف خير، ونخص بالذكر عائلتك الكريمة اللي أكيد تتابعك اليوم وأخذناك منهم، يعني يعطيك ألف عافية وسنعود لك بإذن الله. وسنعود أيضا لضيفنا دكتور غندور محمد، لكن مشاهدينا طبعا بعد الفاصل سنستكمل تغطيتنا الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وسيكون لنا وقفة مع آخر أخبار الهدنة في سوريا ومدى الالتزام بها. كونوا معنا وعساكم العوادة. طبعا بدي اقول لكل جمهور الام بي سي الكريم الراقي اللي انا بحبهم كثير والهشاشه اللي بموت فيها، بدي اقول لكم انه كل سنه وانتم بخير، وبتمنى لكم الخير على طول بعالمنا العربي. كل عام وانتم بخير، عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا جميعا ان شاء الله. راغب علامه.